ده النقطة الوحيدة كنا يعني بس يعني بغض النظر هو لا يعني لا غبار على أي حاجة عملها بصراحة، له كافة الاحترام وكامل الاحترام، ولكن احنا كنا كجماهير الأهلي لأن احنا كنا واثقين كمان إن ده ممكن على فكرة يحصل وإن شاء الله يحصل قدام، في لعيبة مؤقتين عندنا كانوا كسبوا الزمالك وهم مؤقتين زي لسه كنت بقول أنا وكريم في الإنترو، كابتن عبد الشافي، محمد يوسف، عندك فتحي مبروك، ناس كتير جدا، فحسام البدري، في اسماء كتيره قلناها، فكان وكابتن سامي كان ممكن يعني زي ما بيقول ايه يحصل او ينضم اسمه طبعا، ولكن أكيد. على كل حال امبارح كانت المباراه برضو ظروفها غريبه بالزبط غريبه بالزبط. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجه الحلوه جدا وده كلام لازم يتقال بصراحه، هي الجماهير والمشهد المحترم والراقي اللي احنا كنا بنتكلم عنه من بدايه اليوم امبارح قبل المباراه بساعات يعني، وقلنا احنا عايزين نشوف مشهد راقي، وبصراحه كان جماهير الزمالك والاهلي اكثر من محترمين الاثنين، وكمان اللعيبه الروح الحلوه اللي شفناها كانت برضو حاجه بصراحه لازم الواحد يقف عندها ويتقال، ما حد لما يشوف حاجه حلوه لازم يقول عليها حاجه حلوه. كان في لقطات حلوه كتير امبارح ده بسبب اللجنه اللي بتدير الدوري الممتاز، اللجنه ليها قرارات معينه، وحصل اي خروج عن النص وحصل من جماهير كتيره جدا، وحصل في قرارات في ناس بتتمنع عن وجود المباراه لعدد معين، في ناس بتتمنع على طول، فالقرارات دي مخوفه خلاص، عرفت ان مفيش هزار، اي حد هيخرج عن النص مش هيبقى ليه دور في وسط جمهور فرقته، فده اللي مخلي شكل الجمهور متحضر، شكل الجمهور كويس، حتى كمان علاقه اللعيبه مع بعض هي اللي بتوصل الجمهور لكده، لو حصل اي مشكله في الملعب ده بيعود على الجمهور وبيرجع للجمهور، بتحس ان في مشكله بتحصل للجمهور، لكن علاقه اللعيبه الحمد لله امبارح كويسه جدا، شفنا مواقف كتيره جدا، شيكابالا مع مصطفى شوبير، شفنا وليد سليمان مع مدرب الحراس عاشور بتاعهم، شفنا حاجات شكل حاجات حلوه، دي بتاثر على الجمهور، بتخلي الجمهور علاقته مع بعض كويسه جدا، هي بتاثر على الرياضه المصريه على فكره، مش أكيد بس طبعًا. على أكيد. يعني أكيد. الاهلي او الزمالك.